معي للحديث عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد والاستثمار ومواجهة تداعيات الحرب في أوروبا المفكر الاقتصادي والقانوني الكبير نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين. المفكر الاقتصادي والقانوني الكبير الدكتور زياد بهاء الدين، مسيرة طويلة وناجحة بين العمل الأكاديمي والعمل العام، بين الاقتصاد وقوانينه والعمل الحكومي بمسؤولياته، ومارس النشاط السياسي أيضاً في فترة مهمة من تاريخ مصر المعاصر، تمتد جذوره إلى قرية الدوير، مركز صدفة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، والوالد هو الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين. بدأ مشواره الأكاديمي من جامعة القاهرة بالحصول على ليسانس الحقوق، ثم بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، والماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة لندن، والدكتوراه في القانون من نفس الجامعة. تولى الدكتور زياد مناصب حكومية عديدة، منها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، كما شغل العديد من المناصب داخل مصر وخارجها، منها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما عمل مستشارا قانونيا للبنك المركزي المصري، وترأس مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والقانونية، وشغل عضوية مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وإلى جانب العمل الرسمي والخاص، تولى بهاء الدين لفترة قصيرة عضوية الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وقام بنشاط اجتماعي كبير من خلال جمعية أحمد بهاء الدين الثقافية بأسيوط، كما أسس المبادرة المصرية للوقاية من الفساد وجمعية شراع المستقلة للدعم القانوني.